سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح امبارح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، وقال سيادته ان نسبة تأمين البيانات في الشبكة دي بتصل ل 100% ويستحيل التدخل فيها او قطعها. قال كمان انه من خلال الشبكة هيتم الاستجابة لاي بلاغ من اي محافظة والتعامل معه على وجه السرعة. تعالوا نشوف كلمة سيادة الرئيس. يا بكر، اوامر يا فندم. احنا هنخلص بقيه الجمهوريه امتى؟ خلال 4 شهور ان شاء الله. طيب انا بس كان ده مهم ان احنا نعرفه عشان الناس تسمعه مننا، ان احنا هنخلص الجمهوريه بالكامل خلال 4 شهور. تمام يا فندم. وانا بس خليني يعني اشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع، دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنيه بهذا الامر، وده كان حلمنا بيه من سنين طويله فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناه تقريبا. وانا بس عايز اقول لكم على حاجه، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمه المنظومه ديت للدوله المصريه وللاداء ولجوده الحياه وحوكمه البيانات وسلامه الاجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا ان احنا في الاعلام نشرح اكتر ونفهم الناس اكتر. لما اتكلم على يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتير يعني يا بكر، تمام، لما بنتكلم على تامين بيانات وتامين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنيه مش عارف اقول يعني. الدكتور مصطفى بيقول لي معقده، انا عايز اقول له هي مش بس معقده، بس لا، هي حجم التامين اللي فيها قد يصل لنسب عاليه جدا جدا، مش عايز اقول 100% عشان ما بقاش بكلم، ولا يا بكر؟ تمام يا فندم. يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش هيتقال خالص. تمام. في الموضوع دوت، لكن هو الهدف منه ان احنا الاتصالات والبيانات المتداوله على هذه المنظومه تبقى يعني يصعب ان ما كانش يستحيل التدخل فيها او اعاقتها او قطعها. تمام مش كده يا بكر؟ تمام يا فندم. يعني بس هو ده النقاط اللي احنا محتاجين نفهمها للناس. كتير مننا كان يقول لك انا والله كان في حاجه حصلت على الطريق وما قدرتش ومحدش سمعني ومحدش جالي الا بعديها بساعه ولا ساعتين، او مش عارف حريقه حصلت في حته وعقبال ما قلنا خدوا ساعه ولا ساعتين. ده طبيعي، مش هقول ده طبيعي ان يحصل كده، لان الكلام اللي بيتعمل هنا لما يخلص تماما على مستوى المحافظات هيبقى انت مضطر، هيبقى في مركز عمليات صغير يعني هنا المركز عمليات الرئيسي. تمام. اللي هو اللي الدوله بتشوف بيه بعضها، بتشوف بيه كل المحافظات وتشوف نفسها بيه. تمام. وبتسيطر بيه. البيان او البلاغ الواحد اللي هيتقدم من محافظه زي محافظه مثلا الاسماعيليه، الاقصر، اي حاجه. تمام. هيبقى في مركز صغير يشرف برضه بالعناصر السته اللي احنا بنتكلم عليهم، الاسعاف والداخليه او الصحه والداخليه والبترول وغيره. وهكذا. موجودين عناصر برضه على مستوى المحافظه. تمام. والمحافظه الكلام ده متصل بالمركز الرئيسي آلي، مش كده برضه يا بكر؟ تمام يا فندم. تمام. فاحنا شايفين بعض، شايفين اللي بيحصل في الدوله، ونقدر نحشد الموارد سواء من داخل المحافظه اللي فيها مشكله او الدوله تقوم بحشد موارد اخرى لو الامر متطلب اكتر من طاقه المحافظات. انا بس عايز اقول نقطه مهمه جدا هنا. احنا كنا بنقول اللي هو ميكنه والحكومه الذكيه، وبقول احنا كان في كلام اتكلمنا فيه من حوالي 3 سنين دكتور مصطفى على ان احنا في المدن الجديده في المحافظات المختلفه بنعمل المحافظه الجديده، وقلنا ان المحافظه الجديده يا بكر معلش هتبقى برضو مميكنه متصله بالحكومه في العاصمه يا دكتور مصطفى. تمام. فارجو ان احنا واحنا شغالين تمام. ننتبه ان احنا عشان بس ما نعملش الزواج في مراكز التحكم اللي انتوا هتعملوها يعني. تمام. فانا بشكركم، بشكر كل من ساهم في المشروع دوت، وبرضو بشكر الجهد الكبير وبهني. احنا قلنا الكلام ده قبل كده من اكتر من سنه لما اطلقنا القمر، لكن ده كان اول مره يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها. تمام يا فندم. ده ما كانش موجود قبل كده، كنا بنعتمد على طبعا طبعا ده متاح مهم قوي ان انا اقول برضو ان الشغل اللي هنا مش شغل هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد يمكن بكر ما اشارش ليها باستفاضه يعني، لكن ممكن يحقق موارد كويسه لتقديم الخدمات ديت
القطاعات المدنية وال وال يعني وال والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهمه انه ياخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة. انا بشكركم والف مبروك وبالتوفيق. شكرا جزيلا. على جانب اخر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة امس الى السيد الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل. الرئيس السيسي أكد سيادته تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي دا سيلفا من أجل تعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين الشعبين المصري والبرازيلي في مختلف المجالات. كمان وجه سيادته الدعوة إلى الرئيس البرازيلي من أجل المشاركة في القمة العالمية للمناخ COP27 التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار والاحداث المهمه، كان ابرزها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعه الملفات اللي شغاله عليها وزاره قطاع الاعمال العام. كمان تابع جهود الانتقال الحكومي الى مقار الوزارات في العاصمه الاداريه الجديده والموقف التنفيذي لعدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها. امبارح ايضا المتحدث العسكري للقوات المسلحه اعلن عن انطلاق فعاليات التدريب المصري الاردني المشترك العقبه 7. هناك أيضا عدد كبير من الأخبار الأخرى التي سنتعرف إليها من خلال التقرير الجاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام. وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات أوضاع الشركات التابعة للوزارة والجهود الجارية لتطويرها والنهوض بأدائها، وده بهدف تحسين إدارة أصول واستثمارات الدولة وتعظيم العوائد المحققة من خلال تلك الشركات بما يسهم في زيادة نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السفير صادق سيلا سفير سيراليون بالقاهرة، وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة والتعاون اللي بتربط مصر وسيراليون، وأكد أيضاً اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع أشقائنا من الدول الإفريقية. امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع تابع فيه جهود الانتقال الحكومي لمقار الوزارات بالعاصمة الإدارية والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تأثير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة ليهم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الكلام ده مش حقيقي، وكل المنح والمساعدات اللي بتقدم للعمالة غير المنتظمة بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة ولا علاقة ليها بالرائدات الريفيات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 7 واللي بتنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بجمهورية مصر العربية. فعاليات التدريب هتستمر لحد يوم 9 نوفمبر المقبل بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر. نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات. معانا النهاردة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المصرية، زي تخصيص 3 مليار جنيه للمناطق الصناعية في قنا، وانطلاق أسبوع التغيرات المناخية في شمال سيناء، وتنفيذ 17 مشروع لتطوير مدينة رشيد في البحيرة ضمن حياة كريمة، وأخبار تانية كتير من محافظات كتيرة خلونا نعرفها من خلال التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، منها الاجتماع اللي عقده اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية، وقال إن الدولة خصصت 3 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وده لتطوير وتوصيل المرافق للمنطقتين الصناعيتين في نجع حماد.
في البحيرة، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إن مدينة رشيد شهدت خلال الفترة من 2018 ولحد دلوقتي العديد من الإنجازات بعدة قطاعات، وبلغ إجمالي المشروعات الخاصة بتطوير مدينة رشيد 17 مشروع بتكلفة إجمالية 393.5 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 11 مشروع بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه، وجاري العمل بسبع مشروعات بتكلفة إجمالية 245.5 مليون جنيه. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن فتح باب التقدم لجائزة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف سابقاً للتسامح الديني لسنة 2022، وده ضمن استراتيجية الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. في أسوان، فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بيواصل تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 21 من جلسات الدوار واللي استهدفت توعية 1086 سيدة ورجل. في الفيوم، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالانتهاء من تنمية وإعادة تطوير 25 منزل بقرية الريان مركز يوسف الصديق، وده ضمن مبادرة اكفوا القرية فقيرة. في مكتبة الإسكندرية، قرر الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير المكتبة تعديل مواعيد فتح المكتبة للجمهور اعتباراً من النهاردة. المواعيد الجديدة هتتضمن فتح قاعة الاطلاع الرئيسية من الأحد للخميس من الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 7 بالليل، ويوم السبت من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 الظهر. في الأقصر، أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مبادرة يوم مع الكتاب، وده بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وفي إطار الارتقاء الثقافي الفكري لطلاب المحافظة. في شمال سيناء، انطلقت فعاليات أسبوع التغيرات المناخية اللي بينظمه فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. في المنيا، تم افتتاح معرض دكان الفرحة اللي بينظمه صندوق تحيا مصر في جامعة المنيا لمدة 4 أيام. المعرض بيتضمن 30,000 قطعة ملابس جديدة وإكسسوارات وأحذية. يعني بنشوف جميع المحافظات المصرية يمكن مهتمية بملف المناخ بالتحديد، وطبعاً ده استعداداً لمصر أنها تستقبل كوب 27 أو مؤتمر المناخ اللي هيحضر فيه طبعاً العديد من رؤساء وزعماء الدول العالم كافة. الحقيقة يعني هذا الملف بالتحديد أصبح ليه اهتمام كبير قوي في العالم، لكن إحنا في مصر ومع أننا يعني يمكن نسبة يعني إحنا ما بنساهمش أصلا في الانبعاثات، لو بنتكلم 0.6%، ده نسبة النسبة اللي مصر بتساهم فيها في الانبعاثات المناخية. ويمكن مصر في الحقيقة عندها وعي كبير قوي بهذا الملف، مش بس عشان احنا هنستقبل كوب 27، لكن خلاص ده بقى بنشوفه أسلوب حياة. شفنا يمكن محافظات كتيرة قوي الآن بتتبنى هذا الملف واخدين الموضوع بجدية جامدة جدا. شفنا يمكن مدينة شرم الشيخ أصبحت 90% مدينة خضراء حاليا، فيمكن دي من الحاجات اللي انا شخصيا بحب اسمعها واشوف اخبار عنها كتير كل يوم. على اي حال خلينا ننتظر كيف يعني سيكون هناك يعني دعم مقدم من هذه الدول الصناعيه الكبرى اللي هي بتساهم يعني بنحو حوالي 70% من الانبعاثات على كوكب الارض، وكيف ستعوض الدول الاكثر تضررا. هل هيبقى في اسقاط للديون؟ هل هيبقى في مشروعات مشتركه؟ هل هيبقى في مشروعات بيئيه تحفز هذا الامر، ولا سيمر هذا الامر من غير دعم من هذه البتاعه؟ خلي بالكوا التحدي هنا سياسي بشكل كبير جدا، والمؤتمر ده بتعول عليه اطراف سياسيه ودوليه كثيره جدا، والعالم كله انظاره بتتجه الى شرم الشيخ من اجل متابعه هذا الامر.